في إطار جولته الأمريكية، وصل البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي إلى محطته الثانية ولاية ميسوري، وكان في استقباله في مدينة سينت لويس راعي أبرشية مرمرون المطران روبير شاهين وكهنة الأبرشية. ومن كاتدرائية القديس لويس تحدث الراعي عن الكلام الذي أدلى به في خلال زيارته فرنسا. أنا قلت بحينها، أنا قلت صار في اجتساء لكلام طالع من إطاره العام، بس انتهى الموضوع. نحن المهم أنه الإعلان اللي طيلعه، أنا بكفيني أنه سفيرنا بلبنان اللي كان موجود معنا بكل المحادثات قدم تقريره للدولة، ولما رئيس الجمهورية والرئيس مئاتي قالوا هاللي قالوا معناها أنهم ارتكزوا على التقرير الرسمي، ولما السفارة الفرنسية طيلع التصريح الرسمي هاللي كمان تبين انه كل هالامور هاللي كانت لعبة اعلام وحد ناطر بناطرة طيب تولي عالنار. نحنا كان واضح كلامنا، بيكفي واحد يراجع شو موقف رئيس الجمهورية، شو موقف رئيس مئاتي، شو موقف السفارة الفرنسية الرسمي. وعما ورد في بعض الصحف أنه أثار خلال المحادثات موضوع الخوف على الموارنة، قال الراعي هذا الكلام هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، فلا يجوز أن يمتهن بعض الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الكذب، ومؤسف أن البعض يدفع المال لهؤلاء لكي يكذبوا. وأضاف أنا حامل قضية وأعرف تماما ماذا قلت وما هي معانيه.